السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو. نشرح لكم فيه الطريقه للكونفيغوراسيون ديال روتر اتصالات المغرب موديل زد اكس هاش ان هاش 108L. اول حاجه ناخذ الروتر ونكونيكتو مع البيسي ونطبق الادريس 192.168.1.1. غيطلب منا السميه والمود باس، غادي ندخلو هي مينارا بام ماجسكول مينارا السميه ونيت هي هذيك في المود باس. هذا هو الانترفاس اللي عطينا، نجي نبركو على البلاصه هادي انترفاس كونفيغوراسيون، غادي نهبطو انا ما نبدلو والو، يبقى كلشي هو هذاك كما كتشوفو كما كيبان لكم. ديرو نفس الكونفيغوراسيون كما كتبان، وهنا كيقول لكم ندخلو شي سميه لهاد الكونفيغوراسيون كنديرو. دير استئناف هاد البلاصه الاولى، ديرو اي سميه اللي عجبتكم. هنا لتحت كيطلبوا منا السميه والمود باس اللي عطاتنا اتصالات في الكونترا، كل واحد يدخل السميه والمود باس ديالو. هذا بالنسبه لينا غير تيست، هذه اللي قلت لكم كما قلت لكم هذيك السميه دير فيها سميتك ولا دير فيها اي حاجه اللي عجبتك. صافي، نسى داك الشيء الاخر ما كنبدلو والو. نتوما شوفوا كما كاين في التصويره، ديروا حتى نتوما. هنا هكا كتهبطو ديرو سوفكارد، عطاكم هاد الميساج ديرو وي اوكي. دابا من بعد غادي نوريكم الطريقة كيفاش تبدلو سمية الواي فاي مود باس الواي فاي. جيت تبركو على غيرليس، هنا إلا بغيتو تختارو الدولة غادي نختارو الدولة ديالو مثلا ماروك. هنا نعطو لتحت، هنا في هاد البلاصة لي كاينة زد دي أ، هادي بلاصة ديال دبليو في بي إس، كديزاكتيفيها من الفوق، الناس كيبغيو ديزاكتيفيها. غادي نهبطو لتحت، هنا نزولو هاد السمية ونديرو السمية لي عجبتنا ديال الواي فاي. مثلا هنا درت واليد، هنا كنختار هنا ديال السيكوريتي لي بغينا، دبليو في بي أ دبليو في بي أ جوج. خاص بالنا داك الخلا غادي نديرو مود باس، نطبقو المود باس اللي عجبنا من 8 الفوق، ميكونش قل من 8. كنعطو نديرو ابليك، كيعطينا هاد الميساج نديرو اوكي. دابا هنا كنجيو كنديرو ديزاكتيفي داك دوبل في بي اس باش ما يسرقلناش الواي فاي ديالنا. ديرو نو، كنعطو نديرو ابليك عاوتاني، كيعطينا الميساج نديرو لي اوكي. وهكا كنكونو سالينا الشرح ديالنا، ونتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم ديما الجديد، وجيم بارطاج، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.